بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أتم الأكملين على خير خلق الله وآله وصحبه وله، هذه أذكار أنبار الصلوات. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كان النبي إذا انتهى من الصلاة استغفر الله ثلاثا، هو الصيغ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أو أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. وكان يداوم على أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وبعد إن اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. لا إله إلا الله مخلصا له الدين ولك رحم الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم بعد ذلك يقول اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. وإذا كان بعد الفجر يقول اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك عملا نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك عملا نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك عملا نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ولا يقال هذا إلا بعد الفجر فقط. ثم يسبح الله 33، يحمده 33، يكبره 33، والتهليلات تمام 100. أو يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. أو يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33. أو يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 25 مرة. ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي مرة واحدة، والفلق والإخلاص والفلق والناس مرة مرة مرة، وبذلك يكون قد انتهى من أذكار أدبار الصلوات. هذا في كل الصلوات يزيد عليها بعد الفجر وبعد المغرب أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد يحيي ويميت بيد الخير وعلى كل شيء، وهو حي لا يموت بيد الخير وعلى كل شيء قدير 10 مرات قبل أن يثني رجليه وقبل أن يكلم أحدا. وهذا قلنا خاص بعد صلاة الفجر بعد الغداة وبعد صلاة المغرب. وقلنا يزيد بعد صلاة الفجر أنه يقول اللهم يسألك عملا نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه أذكار أدبار الصلوات المفروضة. أما الأذكار التي تقول في النافلة بعد الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يرفع صوته في الثالثة. وبعد الضحى رب اغفر لي وتب علي انك التواب الرحيم 100 مرة، او رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مرة. هذه وهذه، هذا ملخص اذكار ادبار الصلوات الفريضة والنافلة. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.